وزكاة المال وهي الفريضة المقرونة بالصلاة، قال عنها أهل العلم إنها إذا دفعت للسلطان برئت منها الذمة، وبالغوا في الحظ على تسليمها للسلطان، خصوصا إذا طلبه قالوا تبرأ بها الذمة حتى ولو قلدها الخنازير. من نعمة الله أنه يوجد هذا، يوجد منصات تابعة للدولة والجهات المعنية تكون وكيلة لك في إيصالها إلى مستحقها، تخص بها الفقراء، تخص بها المعسرين اللي في السجون، تخص بها أهل العاهات والمرض الذي يقعدهم المرض عن الكسب، تخص بها الذين يبتلون بالجوائح فتذهب أموالهم ويلحقهم عسرة. كل هذا مطلوب من الإنسان يعنى بشأن صدقته ولا يحرم نفسه الخير، والآجال مغيبة والإنسان يحتاط لنفسه بصالح العمل، ومن صالح العمل الإحسان إلى مستحقه أو من ظن أنه مستحق، وإن اطمأن إليه أكثر له، وإن لم يطمئن أعطاه الشيء اليسير اللي تحصل له وجبة الطعام بخمسة ريالات أو ثلاثة ريالات، فلا يحرم نفسه والخير وهو قادر، الله تعالى مغنيه. وهذا من الشكر لله تعالى على نعمته، ومن الإحسان إلى عباد الله، والله تعالى يحب المحسنين. والأجر منوع، أجر في الدنيا بسعة الرزق وتكفير الخطيئة والإعانة على الطاعة، ثواب الإعانة على الطاعة وغير ذلك، وفي الآخرة أعظم وأتم وأكمل وأشد حاجة الإنسان، حتى إنها تتقى بالصدقة النار وتدخل بها الجنة.